كلبه يمكن شكري انا ما يعني اذا شكرتهم ما راح اوفيهم حقهم. نحن نشكرهم على حضورهم ودعمهم الدايم، وان شاء الله نشوفهم في المباريات الجايه ان شاء الله. انا الصراحه جاهز لاستدعاء للمنتخب في اي وقت، انا جاهز وما في لاعب ما يتمنى انه يمثل منتخب الوطني يعني. شكرا سبورت فور اول على دعمكم وعلى اشياءكم اللي قاعدين تقدمونها في كل المجالات، خاصه اللي في كره القدم. مشكورين وان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله.